اللهم بارك. عاد هذه وتقيسها هزه واطب. حوته فيها الضو. يلا تسطى انت، خرج هاد المره ونقشلها. وفيها صفاره ديال النجاش. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ نهار جديد وفلوق جديد. صراحه خوتي توحشنا هاد النهار هذا اللي هو النهار ديال الغوص الحر خوتي، واللي كاملين كتكتبوا لي في لي كومونتير بغيناك تغطس لينا اسامه. اليوم راه مع طاح البحر الاخوان، اليوم مع جيت واخا ما طايحش بزاف غير شويه، ولكن غادي نتوكلوا على الله. الماء كيبان لي الماء مستور، ولكن غنتوكلوا على الله، غادي ندخلوا ونشوفوا واش كاين شي صفاوه ولا ما كايناش. المهم الاخوان، غادي نلبس دابا حوايجي الماتريال ديالي هو هذا، غنلبس المعدات ديال الغوص وغادي ندخلوا نتوكلوا على الله. وكنشكركم بزاف على السيبورت، لي لايك والكومونتيرات ديالكم، شكرا شكرا من القلب. وعلى بركه الله نبداو المغامره ديالنا. بالنسبه للماتريال، الناس اللي جداد معانا غادي يكونوا ما عارفينش الماتريال ديال الغوص. اول حاجه عندنا الكومبيل، هذا السروال، شوف هذا السروال ديال الكومبيل، وهنا كاين القبي ديالو. هاد البوكيه هادي كنستعملوها للحوت، الا كان شي حوت كثير كنحطوه فوقها. هادي الطراسيه، هادي كنرسيو بها على المصيد اللي غنصيدو فوقه، كنحطوه هادي نهبطوه لتحت. وهاد البوكيه كتبقى الفوق، كتبقى مرشومه لينا المصيد ديالنا كيترشم. هنا عندنا لي بالم، لي بالم الحجم الكبير ديال الغوص الحر. وهنايا عندنا الفيزي، هذا هو الفيزي ديالي باش كنصيد، اللهم بارك. هنايا عندنا الموسى الاخوان، لي جات الماسك و تقاشر. وهنايا من طبيعه الحال عندنا الاثقال، هاد الاثقال هادو راه الاخوان كيتباعوا، ولكن غادي ندير لكم واحد الفيديو غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا الاثقال بوحدكم، ما تشريوهم ما والو، بحال هاد كيفاش تصاوبوهم، حيت هادو راه غالي، راه خديتهم بشي 330 درهم واقيلا بالصمطه ديالهم ولا ما عرف بحال هكا. المهم تقريبا بحال ما هكا الكيلو كيتباع بشي 25 درهم. وهنايا الاخوان راه عندي البيل، البيل ديالي الكاشف ديالي كنضوي به تحت الغيران تحت البحر. وهنايا عندي المكانه ديالي، وهنايا عندي هذه الحاجه اللي مهمه، هذه الاخوان فيها البوصله باش الا تلفتي وسط البحر جات الضبابه ولا شي حاجه تلقى كيفاش تخرج. هذه يلاه خديتها، وفيها صفاره ديال النجاش، شو صفاره ديال النجاش، وفيها ميزان الحراره اللي كيعبر الحراره. هذه واعره الاخوان، غتنفعني في بزاف ديال الحوايج. هنايا عندي الكروش بواسون، هذا هو اللي كنخشي فيه الحوت. وعلى بركه الله نلبسوا المعدات ديالنا ونتوكلوا على الله وندخلوا للبحر. دابا لبست الماتريال الماضي، غندخلوا للبحر ان شاء الله. دعوا معنا دعواتكم. اول هبطه ليا الاخوان توكلت على الله، ولكن لقيت مشكل كبير اللي هو الربيعه، حيت هاد الوقيته ديال الربيعه ومكرفصه البحر ديال بصح ما كيبانش الحوت، واخا يكون قدامكم ما غاديش تشوفوا، الماء مخلوط ديال بصح الرؤيه كانت شبه منعدمه. هاد الصوت اللي كتسمعوا الاخوان كيديروا الغطاسه نداء الاسماك المفترسه، وهاد الطريقه كتسمى لاغاشو، الصيد بطريقه الانتظار. كنصيد فيهم ما لقيتش فيهم والو، والماء موسخ ما معاونيش. دابا غادي اضطريت بانني نطلع لفوق خوشي، نطلع للفندق الداخل. وعلى مولانا انا دابا كنخبط في الطريق، عندي واحد الكورومات تقريبا باش نوصل للمصير، ومن هنا نوصلوا نشوفوا واش غتكون شي حاجه ولا لا. على مولانا الاخوان، دعواتكم معانا يا ربي شي سبيل يا ربي. عييت اخوتي هادشي باش الغطس كيبغي المداومه، الا ما بقيتيش كداوم الغطس كتولي كتعيا، ما تبقاش عندك السفن بزاف. ولكن البحر ما مساعدناش الاخوان، البحر ما كيصفاش ديما. انت دابا راكم شتو ما صافي، وعلى مولانا. هنايا الاخوان غادي نلقاو قدامي واحد الخطر اللي كيقدر يعرض حياه الغطاس للموت الاخوان، واللي هما الشباك.
هنايا كيف ما كتشوفوا وصلت للمصيد اللي كنصيد فيه، غادي نتوكل على الله وغادي نهبط وغادي نصيدوا في الجحور. طريقة الصيد في الجحور الإخوان كيف ما كتشوفوا الماء راه ما كاينش شي صفاوة، الماء ما صافيش، وهذا هو المشكل اللي كيلقى أي غطاس، حيت الغوص الحر الإخوان كيبغي الماء يكون صافي ديال بصح باش كتشوف الأسماك إلا كانت حداك ولا كانت جاية ولا كانت بعيدة كتشوفها. بحال هاد الماء الاخوان ما يمكنش لك تشوف الاسماك والو. كيف ما غادي تشوفوا هنايا الاخوان ملي ما كيكونش الماء صافي غير كنهودوا على الله، ما عارفينش حنا فين مهودين، غير مهود على الله متوكل على الله وغادي هابط، كتبقى غادي هابط غادي هابط حتى كتلقى الارض ديال قاع البحر، يعني ما كتشوفش راسك فين غادي، ما عرفتيش واش غادي يكون قدامك شي شبكه ولا شي قنبه ولا شي حاجه، ما يمكنش لك تعرف راسك فين غادي مهود، غير غادي وصافي. والحمد لله الاخوان ربي معانا. كما غادي تشوفوا هنايا غادي تقربوا مني واحد جوج ديال السمكات البوري، كنت غادي نضربهم ولكن ما كتابوش ماشي في الرزق والحمد لله. الحمد لله الإخوان من بعد العديد من المحاولات استهدفت سمكة الزعال أو باغباغ أو ضفدع البحر، ضربتها وكانت الضربة موفقة، كانت من الحجم الممتاز والحمد لله ربي يسر لنا في أول سمك. هنايا الاخوان هبطت لهاد الجحر هذا ولقيت فيه العديد من اسماك الشرغو او اسماك الصار، كانوا من الحجم الممتاز ولكن مع شعل الضوء ديال المصباح ديالي وما يهربوا كانت السرعه ديالهم قويه بزاف ما تمكنتش منهم والحمد لله. والله الا درت فوق 40 هبطه والو ما جاب الله والو، برياسه وحده اللي جات الله. غادي نعاود نقلب شويه، ما كانش الاخوان راه غادي نخرج صراحة عييت، وهاد البحر هذا كيطلع عليا الدم اخوتي راه ما كيصفى ما والو، الا طاح كاع كيطيح البحر والصفاوة كتكون قليلة. المهم الاخوان شوية وغادي نخرج ان شاء الله. تيقولوا لي الركاده ما يسمى بتريسينشي، الا قصتيها كيضربك الضو. غادي نهبط دابا وغادي نضربها ان شاء الله ونطلبوا من الله تمكنوا منا، غير هي راه خطيره الخطره كتضرب بالضو. سبحان الله العظيم الاخوان البحر عمرو ما يخيبك، وصراحه حتى كنت غادي خارج وطليت في هذا الغار هذا وديما كنصيد فيه السنور ولقيت فيه سمكه الرقاده، الحمد لله طليت عليها لقيتها باقيه في بلاصتها، غادي نضربها وغادي تكون الضربه موفقه، غير هي الاخوان راه خطيره وخطيره ديال بصح كتضرب بواحد الصعقه كهربائيه راه ما يمكنش الاخوان، راه القوه ديالها خطيره في الضوء الاخوان. Thank you.
الفيديو ونخرج ان شاء الله. الحمد لله خرجت بخير وعلى خير خويا. الله يحفظك الخوت. عاد شو راه مع الصيف راه الدنيا عامره هنا، ما بغيتش نخرج عليها على قبل بنادم الاخوان. كيف ما كتشوفوا لا راه كاين بنادم بزاف، و الا خرجت تما غيجي بنادم تمايا وهي كتضرب بالضو، مشكله الخوت. والله ما قدرت نقرب للقشيبه، انتم راه خرجت بحال هكا وباقي كنت باغي نبقى نصيد فواحد الغيره انتم ما لقيتش فيهم الحوت، ولكن راه ضربت هي راه ما عندي من ندير الاخوان. جاي واحد الدري ها هو جاي غادي نقمطوا الخوت. تفرجوا هاي شو اللهم بارك. عاد هذه وتقيسها كان الله يعطيك الصحه. شو كي كدير شو هذا الاخوان كتضرب بالضو. انا نفضل حيت انا مجرب الضربه ديال الخوت، كانت ضرباتني واحد النهار ما كنتش عارفها، نفضل نشد في خيط ديال الضو ولا تضربني هذه. قسما برب الكعبه الناس اللي عارفيني كتبوا في كومونتير اللي مجربين العضه ديال هذه، كتبوا الضربه ديال هذه اللي مجربها يكتبوها في كومونتيرات. شو الاخوان راه كتضرب واحد الضربه خطيره ديال بصح. او جي واحد الدري غنثبته الا ما كانش عارف، غنشوفو ملي غيهز واش غضربو بالضو ولا لا. ها واحد من المتتبعين كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني عزيز عليك الحوت عزيز عليك البحر ولا لا؟ ضروري. ها؟ يلا هز لي هذه نصورك معاه. هز هاي زيد نصورك معاه وغيبان معانا في الفلوق اخوتي. هزها من فمه هزها. واضو مالك؟ ضرب الضو. اول مره غنلقاو نمشي واحد من المتتبعين. ها هو شد القشيب شد القشيب وما يضربكش مضرب لها في شد من القشيب مزيان هاكاك. هز هز هز. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كي جاتك هاد الحصيله؟ تبارك الله. ناديه ضربت عليك. هز هز. لا خويا من الناس تقدر تضرب. كي داير؟ بخير؟ هذا عارف هذا مريقل هذا اللي الدمدم مسكين. عم قيد. كي حسيتي بالضربة منين ضرباتك؟ بحال عبد بحال يضرب ضربني الضو. ضربك الضو. دابا شوفوا سبحان الله العظيم حوته فيها الضو. يلا تسطى فهموها باش تعرفوا العظمة ديال الخالق والله شنو كيخلق سبحان الله العظيم. حوته فيها الضو. يلا تسطى انت. ضربني هذه الاخوان وهذا باغ باغ او الزعال. هذه راه كاين اللي كيقول لها الزعال وكاين اللي كيقول لها باغ باغ. علاش تسموا بهذا الزعال؟ هذه كتبقى كتقول باغ 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 فهمتوا؟ بحال الجدران بحال الشكل ديال الضفدع. ضفدع الماء وهذا ضفدع البحر. واش نوض تشوف ضربوا معايا الشوايه؟ ان شاء الله. دابا؟ ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. مرة أخرى اسمح لينا حد ضرباتك بالضو. ماشي مشكل. مزيان نيت باش تعرف ياك؟ باش هاد المرة ما بقاش يقاول بك شي واحد. الله يحفظك خويا الله يحفظك. ديروا لايك ديروا لايك. ضروري. شوف الاخوان انا راه مبغيتش قيس انا راه عارفه. دراه وهزه مسكين الله يسمح لينا منه هزه وهي تعطيه. عرفت شنو هو الخوط راه فيها واحد الدور الخيل العلمي راه ما يمكنش. يا خوت ولكن راه واحد الحي مات فيها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف لي شوف 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 شو كي دايره ما كتبانش. دابا الا كانت مدفونه في الرمل الاخوان راه ما تبانش لك. عرفتوا هذا الماء اللي هنا؟ هاد الماء هذا تقيسو يزعزعك الضو. هاد الماء هذا لهنا مع دابا طالقه هي الضو في هادشي. ومني غنسلخو ان شاء الله غنوريكم شناهو هو اللي كيدير الضو. واحد الشحمه عندها هنا من هنا ومن ليه هي اللي كدير الضو. وهي سبحان الله العظيم فاش كتسلخ الاخوان كتبقى بحال شي نسر كتولي بحال شي نسر. هما الاخوان غادي نخرجوا الحمد لله من جاب الله الحصيله هذه. والله الا الحمد لله راه تقاتلت ودرت فوق جهدي. كانوا شي اسماك ما كتابوش ما يسرش فيهم الله. ما عندنا ما نديرو ماشي ديما غتصيد الحوت مزيان. المهم جاب الله هاد الحصيله الله يجعل البركه. دابا ما كايناش شوايه الريت كشلتها ولكن واخا هكاك والله الا باقا ضاعقاني الله يستر اللي يكون باقي فيها الضو. يا ربي السلامه يا هادي الطريقه باش تخرج. انا نوريك كتدفع الفليشه كلها وكتقلب الفليشه كتقلب الفليشه الاخوان بلاش نحل شويه الخيط. ملي كتقلب الفليشه الاخوان كتعاود تحاول تخشيها فهمتي؟ تخشيها بالعكس بحال يلا غادا تدخل شو كتعاود تخشيها عاوتاني بالعكس الاخوان. ها نشوف. واو 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 واو
الخوط الله الا باقي فيها تطول. قسما بالله كي ضحكوا عليا والله الا كي ضحكوا عليا ذوك الدراري ترى باقي فيها الضو والله الا باقي فيها الضو حيت باقا شاده شويه الخوت. انا علاش قلت لهذاك الدري شده؟ حيت كاينين شي ناس ما غاديش يتيقوا، وهي الا بغيتها ما تضربكش بالضو كتشد من ديالتها بحالك. شو هي باقا حيه شو كي دارت؟ شو الا شديتها من ديالتها ما عندها ما دير لك. علاش قلت لهذاك الدري شده؟ حيت كاينين شي ناس ما عارفينش ما غاديش يتيقوا بان حوته راه فيها الضو. هذاك الشيء علاش شو ردت الفعل ديال هذاك الدري. دابا الخوت غادي نحاولوا ان شاء الله نقيوها. يا بسم الله نقيه ديالها كتحيد لها هي الجلده كتسلخ هي بحال سمكه الراي. هذه مشكله هذه الا صيدتيها. هذه اغلبيه الناس ما كيصيدوهاش الخوت صراحه. هاكا فيها التكرفيس كتبدا تضرب فيك تبدا اغلبيه الناس ما كيصيدوهاش. وتا الحوت تا هو تا الحوت اللي في البحر ما كياكلهاش، اللي جاي ياكلها غيدبر عليها. الحوت اللي جات بغات تاكلها يضربها الضو. يا ربي السلامه يا ربي. غنوريكم دابا الاخوان شنو هو اللي كيضرب بالضو. خوت الله الا كنقي فيها وقلبي كيتزعزع حق الله. خفتها لا انا دير شي هي ملي كتنفخ عاد راه كتضرب شي ضو راه ما يمكنش. اطلبوا من الله الله يهديها. وهذه واخا تقتلها الاخوان هذاك الضو اللي فيها كيبقى يضرب. انا نوريكم دابا شنو اللي كيضرب بالضو. داكشي اللي كيضرب بالضو اللي فيها انا نقيت دابا النص وخليت النص باش نوريكم. شوفوا هنا كيدير كتبان لك الجلده، ولكن شوفوا هنا كيدير شوف كي كترعد. هذه الشحمه هذه بحال الشحمه هما كرات كيكونوا سبحان الله العظيم الكهرباء. شو لله شو هذه راه شحمه الخوت. هذه راه ما كت هذه كتكال، ولكن الخوت راه خص كتقهم، خص بنادم يكون عنده مع ليدان. انا بصراحه كنت كليتها واحد المره ولكن صعيبه الخوت كتقهم هي. شو هاي غنجبدها وغنوريها لك. خوت الله الا العذاب مع هادي وحق الله العظيم. اشحال مرة ضربتني دابا خوت شي 5 المرات عذبتني والله الا عذبتني. دابا هي راه ميتة هانتوما شوف ميتة، ولكن هذيك الشحمة ديالها كتبقى كتضرب بالضو والله الا عاد شنو يدي كتبنج عليا الزعال ديالنا. تا هو غادي نقيو ان شاء الله. تا هو راه كيتسلخ كتحيد لي الجلده سبحان الله. اليوم ما ضربتش غير الحوت اللي كتحيد لي الجلده. الزعال ديالنا هو كيف ما كتشوفوا راه سلخناه ناضي. او حقا كنت غادي ننسى الشحمه اللي قلت لكم كتضرب بالضو راه هي هذه الاخوان. هاهي شو هذه الشحمه ديال هذيك الرقاده او التريسينتي هذه اللي كتضرب بالضو. هاهي شو شوف كيدير الاخوان. المهم الاخوان دابا نقينا الحوتات ديالنا، البحر بدا كيدفع، غادي نخرج دابا ان شاء الله باش نمشيو نطيبوا هاد الحصيله ان شاء الله. دابا جيت لهاد البلاصه هادي خاويه ما فيها لا بنادم لا والو، الكالم ومقاد مع البحر. اول مره غادي نطيب لكم شي اكله كنصيدها ومقاد مع البحر. ومن طبيعه الحال راه ما جيتش بوحدي، راه جا معايا الريس. هذا هو اللي ضربته. بغيت انا توصف لهم غير الشعور ديالك فاش ضربتك في الضو. بحال بحال اش بحال الضو ديال الدار. الضو ديال الدار ياك. اشنو سميتك؟ وليد. وليد الاخوان جاو معايا دابا هالساك ود اللعيبات وقول لي باز لك اخويا. قال لي حنا كنشوفوا الفيديو كيدوز دغيا. قال لي تم الشوالو جاكم هادشي فيه العذاب؟ العذاب والطلعاج. طلعاج ولا 13 في الطريق. هادي اسهل حاجه هي هادي، باقي ماشي صعيبه. المهم الاخوان دابا جينا لهاد البلاصه غادي نجمعوا الحطب ديالنا ان شاء الله، وغادي نطيبوا الوليمه مع الرياز ديالنا ان شاء الله. Thank you.
اليوم الدراري راه غيضربوا معايا الشوايع، عاد شنو ورا ناشط انا فرحان دابا انا الخوج. عاد علاش؟ حيت واحد جوج من المتتبعين غادي يتغداو معايا وفي الحصيله اللي صيدت انا الاخوه. يا بسم الله. دابا داش خاصه الرياس؟ خاصه التشوه، خاصه الملحه. اه عاد التشوه غنديروا لها الملحه الاخوه. يا خويا اللهم بارك اللهم بارك. اخوان دابا الملحه عمركم ما قالك كليتو بحال هاد العيبات؟ لا. هاد النوع هذا؟ لا. ياه عمركم كليتو هاد النوع؟ اه فايت كيلو ولا كنمشي بحال هاد كليتي الرايه الناس الطريقه؟ ياه. العيش الحر دابا غتاكلوا العيش الحر دابا حطوا بابا فوق الشوار. مشيت جبت للدراري واحد المناضه هيا انتوما راك عارفين ان انا ما عنديش مع هادشي، ولكن اليوم راه عندنا الضياف. ياك الضياف خصنا نكرموهم اخوتي. كيف كيجيكم الفيديوهات ديالهم؟ زوينين تبارك الله عليك اخويا. ها شنو اعز حاجه كتعجبكم؟ با اعز حاجه بحال كتهبط البحر كتصيد الغطس. الغطس اعز حاجه عندهم قال لك هي الغطس. راه حتى انا اعز حاجه عندي هي الغطس، ولكن البحر الاخوان راه ما مساعدنيش والو. هذا البحر هذا ما كيعاونش للصيد والو، مازال غدا يقدر يصفى. الشوية ديالنا راه ناضية. ها هي ناضية دابا والله. إلا تعامل معنا واحد الرئيس عطانا هاد الشوية هادي صراحة ما جبتش معايا فاش نشوي. ها هي ناضية الإخوان، داكشي 5 دابا غادي نحطها في الطبسيل ديالنا إن شاء الله. ها هو الطبيسي الله يبارك. طبسيل بري. طبسيل بري عاقل على الطبسيل هذا كتشوفو ديما ديما. طبسيل بري هذا. يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله. انا اللهم بارك. شوف لي شوف الحيمه شي مقاو لاصقي فاكا كي داير داكشي زوين. راه كيحشموا الدراري هادو، وهادو راه خوت كاع ما كنتش عارفهم خوت. حتى قال لي دابا قال لي حنا راه خوت. هاك اخوكم انا الدراري كيحشموا هاك. ريح ريح تعالج يلا كول ضرب لي وسير تبحر. عرفتي دابا ملي غيضربوا هاد الشوايه غيمشيو يدوروا ليا مع البحر. هز هز هاك دابا كنعطيهم هذاك الشيء الناضي فهمتوا. بعد بادو ضياف عرفت شنو هو؟ فيها ريحه العواده الخوش ما شاء الله، ولكن بقى سخونة. ويلي 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 خوج والله إلا شوية ناضية وحق الله. دابا هادشي ديال البرية الخوط راه كيعجبني أنا قسما بالله العلي العظيم. هادشي ديال الشوا وسميتو دراري هزوا الحيمة جانت. هز هز انا نقد لكم مع مع سخون. ان شاء ضرب طحنوا 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 بيوم انا. هادي احسن شوية عندي من غير يريحوا معايا المتتبعين يقصيو معايا. هادي الشوية اللي ناضية عندي ولا تعالجوا لي مع راسكم. مع راه باقا تابعه من جبده ديال الطريق وما ما كيسكنوش هنا. واه
لحم بيض اخوي. وانا دابا راه ما بقاش كتضرب لا بضو ولا بوالو اكل زعزعاتك قبيله. واش انا ضربتني؟ شيني والله الا ضربتني بالله على فرك النقي فيه والله حتى زعزعاتني بالله. شو سبحان الله العظيم عاد شنو هو حوته دير فيها الضو؟ راه سبحان الخالق يخلق الله ما يشاء الخوش حوته فيها الضو. دابا تخايلوها معايا نتوما يا سلام داك الشيء مبخبخ. قلت لهم لما خلص ما كليتوهاش غتخلصوها ياك اكل انا كنا واضرب بي اللي تقول لي بركه ولا شي لعاب تعالج لي مع راسك. اخوان الحمد لله قسما بالله الا ضربنا هاد الشويه هادي تقعدت حسيت براسي السوفل رجع. قلت لك داك الشيء ناضي الخوت والله الا واش بغانيه بالبروتين قسما بالله. والصراحه هاد الفلوق هذا من الاحسن لي فلوق الاخوان. علاش؟ دخلت صيدت وتلاقيت مع جوج من المتتبعين، تلاقيت مع بزاف ديال الناس صراحه، ولكن هادو جبتهم معايا ياكلوا حيت حد ضربته في الضو داك الشيء اللي جبتهم معايا ياك. كي جاك هذاك الشيء ناضي؟ زوين. داك الشيء زوين؟ زوين. بالصحة والراحة. مرة أخرى إن شاء الله تلقاوني ضارب شي طونة. إن شاء الله. كي جاتك الحصيلة؟ الحمد لله كل شيء مزيان أخويا. شبعتي؟ الحمد لله. داك الشيء بنين؟ بروتين طبيعي. طبيعي. الإخوان والله إلا هذا من أحسن لي فلوق، كريحوا معايا المتتبعين وكيقصيو معايا من داك الشيء اللي كنصيد. صراحة داز فلوق واعر واعر ديال بصح. دخلنا صيدنا واخا كان البحر ما مساعدناش، ولكن تحاربت درت اللي في جهدي باش نخرج هاد الحصيله هادي، والحمد لله ربي ما خيبناش وحضرنا الحصيله. واخا البحر قاصح والبحر ماشي ديال الصيد الصراحه. كنتمنى يعجبكم هاد الفلوق هذا، الا كنتي انت ولا انتي اول مره كتشوفنا ما تنساش معك لايك لايك سبسكرايب واش خلي شي كومونتير زوين وبارطاجي الفيديو مع صحابك، ونتلاقاو في فيديو جديد في مغامره جديده ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.